احكي لي بقى القصة من الأول. يا فندم هو حضرتك ليه مش عايز تصدقني؟ ده أنا حكيت لك الحكاية دلوقتي 10 مرات. خليهم 11. واحكي من الآخر للأول. كنت في بيت ماهر بتعمل إيه؟ سعادتك أنا رحت بيت قبل ما تحكي القصة الخايبة بتاعت الصورة اللي تخصك اللي سبتها معاه ورحت تجيبها من البيت. مش دي كانت في رقبة البنت اللي معاك في الصورة؟ أيوة. دي بقى البنت اللي بتخانقوا عليها انتوا الاتنين؟ لا. البنت دي ملهاش دعوة بأي حاجة. يا فؤاد. يا فؤاد حط نفسك مكاني. راجل غريب عن البلد لقيناه في بيت واحد مقتول كان شغال معاه وبينكر علاقته بيه وفي نفس الوقت ليه صورة مع واحدة وفيها السلسلة دي. أنا مش معتول. أنت كده بتحط نفسك في مشكلة كبيرة. البنت دي تبقى أختي. اسمها ايه؟ اسمها ضحى. ضحى عبد الحميد رضا. لا اسمها ضحى صلاح عبد الجواد. اخوك مش شقة ايه؟ لا شقة. انت كده بتلاوى ورحمة امي. أنا بقول لسعادتك الحقيقة. قول الحقيقة. ضحى صلاح عبد الجواد أختي. أنا اسمي علي صلاح عبد الجواد. كانت بتشتغل في الجراند أوتيل. وكانت متعودة إنها تطمني عليها بجوابات كل فترة. وبعدين فجأة قطعت الجوابات خالص. قلقت عليها. فقلت أجي وأطمن عليها بنفسي. لما وصلت اللوكاندا قالوا لي إن هما مشوها علشان هي سرقت. ما سمعتش عن اي سرقه حصل في الجراند اوتيل الفتره الاخيره. لانها ما سرقتش يا فندم. ما سرقتش حد. هما اتهموها ان هي سرقت واحده اسمها فخر هانم الزهيري. وانا لما سالتها قالت لي ما فيش حاجه اتسرقت منها وحضرتك تقدر تتاكد بده بنفسك. وايه حكايه فؤاد؟ ما حضرتك فاهم اكيد ان انا ما كانش ينفع اشتغل في اللوكاندا لو عرفوا ان انا اخوها. وعلاقه ماهر بالموضوع؟ ماهر كان بيحب ضحى. انا مش بقول ان هو ليه علاقه بانها تختفي. بس هو ده اللي خلاني اروح عنده البيت عشان احاول الاقي اي خيط يوصلني ليها. يعني كان في علاقه بينهم؟ كان بيحبها؟ لا يا فندم انا ما قلتش علاقه. انا بقول لحضرتك ان هو كان بيحبها وهي كانت بتصده. انت عرفت منين الكلام ده؟ واحده زميلتها معانا في اللوكاندا قالت لي. وانا لما رحت عشان اتاكد منه بنفسي انكر الكلام ده خالص. وده اللي خلاني اشك فيه اكتر. وعشان كده رحت البيت وزي ما حضرتك شايف لقيت السلسلة والصورة. طب ممكن تكون مشيت لما اتهموها بالسرقة. ممكن تكون راحت اشتغلت في مكان تاني. لا مؤاخذة يعني ممكن تكون حبت حد وهربت معاه. لا يا فندم ما هربتش. ايه اللي مخليك متأكد كده؟ كنت فين الفترة دي كلها ما دورتش عليها ليه؟ ما بلغتش البوليس ليه؟ ضحى دي بنت غلبانة. واللي بلغت فيها دي اسمها هانم. تفتكر سعادتك يعني البوليس كان هيركز في حاجه زي دي؟ البلد دي فيها قانون. زي ما بيسرق على اسمها هانم بيسرق على ضحى. والدليل على كده ان احنا بنحقق في مقتل ماهر اللي محدش يعرفه خالص. الو يا فندم. يا فندم جاري التحقيق يا فندم. يا فندم الاجراءات الروتينيه. لا يا فندم خارج الاوتيل بس هو شغال جوه الاوتيل. يا فندم لازم نكمل لجا. اي فندم. تمام يا فندم. ماشي يا فندم. مع السلامه. طب انا هفترض ان ماهر ليه علاقه باختفاء ضحى. مين اللي قتل ماهر؟
ومين اللي ضربك على دماغك هناك؟ في حاجة ناقصة. حضرتك أنا قبل ما الاقي السلسلة والصورة في بيت ماهر لقيت حاجة تانية برضو تخص ضحى.